التقى اليوم أمين الدولة بالتعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين بأعضاء الاتحاد الوطني للطلاب الجادين فرع جمينة، وقد تباحث طرفان حول المشروع المقدم من قبل مكتب الطلاب والمتعلق بإقامة نشاطات ثقافية خلال فترة الإجازة، وعاد أمين الدولة بالوقوف معهم. سعيد أحمد حسن. عام دراسي انتهى وآخر على الطريق، ومن أجل الاستمرار على نمط الحوار والحفاظ عليه باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار، استقبل أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب جامعة جمينة، وذلك لدراسة خارطة الأنشطة المزمع تنفيذها في العام الجامعي 2017-2018. أطلب من إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية أن تشد الرحال وتأخذ مجرها وتقوم بدعم الشباب لكي نرتقي جميعا. وبعد الاستماع للطلاب والأخذ والرد، أمين الدولة الدكتور مسار تعهد ببذل كل غال ونفيس لتحقيق طموحات الطلاب وتفعيل النشاط الطلابي بشكل متواصل. حقيقة أن التعليم صراحة يحظى باهتمام وبرعاية كبيرة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو، الذي دائما يهتم بالطلاب، وأيضا نتطلع إلى أن تلعب دور كبير في الاستعداد للعام الدراسي القادم. كما أشار الدكتور مسار بأن تحقيق متطلبات الاتحاد تحتاج لجهد مشترك بين الوزارة وشركائها، فنحن معكم ونقف إلى جانبكم، وندعو المركز الوطني للخدمات الجامعية لضرورة دعم هذه التظاهرة الطلابية. النشاط الطلابي هو أحد أهم مقومات الطالب الناجح، وهذا لن يأتي إلا بالتركيز على سبل إيجاد ساحة ملائمة لممارسة النشاط الطلابي. أكد مشاهدي الكرام، انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة.